وانا كل يا اخي والله ستحاسب بين يدي الله، والله انا خصمك بين يدي الله، والله هتتسأل امام الله. دعوة مظلوم اول رد من الشيخ محمود شعبان بعد وفاة الاعلامي وائل الابراشي في اخر ظهور له. توفي وائل الابراشي نتيجة اصابته بفيروس كورونا المستجد، حيث اشتعلت النيران في مواقع التواصل الاجتماعي للبحث عن تفاصيل حلقة وائل الابراشي مع الشيخ محمود شعبان كاملة في برنامج العاشرة مساء الذي تم عرضه على شاشة قناة دريم. تدور احداث حلقة الابراشي مع الشيخ محمود شعبان حول مجموعة من القضايا السياسية والدينية، تحدث فيها شعبان من خلال آراءه الدينية مما أثار جدلا واسعا في الشارع المصري. وائل الإبراشي والشيخ محمود. الغريب أن الشيخ محمود شعبان حضر حلقة وائل الإبراشي مصاحبا معه حقيبته الخاصة استعدادا لاعتقاله بعد انتهاء الحلقة. وبالفعل بعد انتهاء حلقة وائل الإبراشي مع الشيخ محمود شعبان تم القبض عليه على الفور، مما تسبب في هجوم كبير على الإبراشي واتهامه الكثيرون بتسليم شعبان القوات الأمنية. أنا خصيمك يوم القيامة، معد برنامج العاشرة مساء يكشف عن مفاجأة بشأن حلقة محمود شعبان مع وائل الإبراشي. كشف كريم صبري معد العاشرة مساء والذي كان يقدمه الإعلامي الراحل وائل الإبراشي عبر شاشة دريم عن مفاجأة بشأن حلقة محمود شعبان. تحدث صبري عن حلقة البرنامج التي تم استضافة الشيخ محمود شعبان فيها والذي قال للإبراشي أنا خصيمك يوم القيامة. وقال صبري في مداخلة هاتفية ببرنامج حضرة المواطن الذي يقدمه الإعلامي سيد علي إن وائل الإبراشي اتصل بوزير الداخلية في ذلك الوقت وطلب منه الإفراج عن الشيخ محمود شعبان. وأضاف أيضا معد البرنامج أن الإعلامي وائل الإبراشي رفض الذهاب إلى منزله إلى حين الإفراج عن الشيخ محمود شعبان والذي تم القبض عليه بعد انتهاء حلقة برنامج العاشرة مساء. وتابع وائل الإبراشي كان صوتا للحق وكان يقف بجوار الكثير من الفقراء ونصيرا لهم، مشيرا إلى أن الإبراشي أدار حلقة الشيخ محمود شعبان بالحجة وبالمهنية الإعلامية. فالإبراشي دعم جيلا كبيرا من الشباب وكنت أنا أحدهم. يشار إلى أن من أبرز الضيوف الذين أثاروا الجدل بظهوره في برامج وائل الإبراشي هو الشيخ محمود شعبان الذي استضافه الإبراشي خلال برنامج العاشرة مساء على قناة دريم 2. وقرر شعبان الانسحاب على الهواء وفور خروجه من باب الأستوديو تم إلقاء القبض عليه. وظهر الإبراشي في اليوم التالي ليدين القبض على محمود شعبان بهذه الطريقة وطالب بمحاسبة المسؤول عن القبض عليه. وتوفي الإعلامي وائل الإبراشي عن عمرنا هذا 58 عاما بعد صراع مع فيروس كورونا امتد لمدة عام. القصة الكاملة للأحداث. زوجة الإبراشي تصف الأطباء بالقتلة والنقابة ترم. ما زالت وفاة الإعلامي المصري وائل الإبراشي تضغى على الأحداث في مصر، خاصة بعد التصريحات الأخيرة لزوجته سحر الإبراشي والتي وصفت فيها الأطباء بالقتلة وإنهم كانوا السبب في وفاة زوجها، الأمر الذي نفته نقابة الأطباء وأصدرت بيانا للرد على هذه التصريحات والاتهامات. وفجرت زوجة الإبراشي مفاجأة حول سبب وفاة زوجها مؤكدة إنها حدثت بسبب خطأ طبي وليس بسبب فيروس كورونا. أثرت هذه التصريحات ردود أفعال واسعة على مواقع التواصل الاجتماعي. وكشفت سحر الإبراشي خلال تصريحات إعلامية عن تفاصيل آخر أيام زوجها في المستشفى مؤكدة أن كورونا بريء من وفاته، والسبب الرئيسي لوفاته كان تليف في الرئة بسبب مضاعفات فيروس كورونا، وأن زوجها قبل وفاته كان ينوي مقاضاة كل الأطباء الذين أهملوا فيه. زوجة الإبراشي تقرر مقاضاة الطبيب. قالت زوجة وائل الإبراشي إنها تنوي مقاضاة الطبيب الذي عالج زوجها في البداية، موضحة أن الدكتور حسام حسني رئيس اللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا هو الذي حاول إنقاذ زوجها، لكن الخطأ في التشخيص من البداية كان السبب في تدهور حالته. أضافت أيضا
أن الخطأ كان في التشخيص من البداية، وقالت البداية من اللي عالجه غلط في الأول، كان في غلط طبي، دول قتلة مش أطباء، وأي حد يجيله فيروس كورونا لازم يروح لدكتور موثوق فيه، ما تخليش حد يلحق عليكم، وذلك على حد وصفها. وأضافت أن طبيبا آخر تولى حالة وائل الإبراشي وتمكن من علاجه بنسبة كبيرة. الدكتور بدأ معاه وكانت الرئة متدهورة 95%. رد الأطباء على زوجة الإبراشي، من جانبها أدانت نقابة الأطباء تصريحات زوجة وائل الإبراشي بأن سبب الوفاة خطأ طبي. وقالت النقابة في بيان اليوم، نقابة أطباء مصر تابعت الجدل حول وفاة الإعلامي وائل الإبراشي وتتفهم مشاعر الحزن وآلام الفقد التي انتابت أسرة الفقيد ومحبيه، إلا أن النقابة تستنكر وترفض أن تكون إحدى وسائل تفريغ شحنات الغضب والحزن هي التعدي والهجوم على أطباء مصر. إدانة تصريحات زوجة وائل الإبراشي، تابعت النقابة من هذا المنطلق، تؤكد نقابة أطباء مصر رفضها وإدانتها لتصريحات السيدة أرملة الإعلام الراحل وائل الإبراشي عبر وسائل الإعلام المختلفة. وهذه التصريحات التي حملت اتهامات صريحة دون أي أدلة لأحد الأطباء، والإدعاء بحدوث خطأ طبي كان السبب في وفاة الفقيد دون أي سند قانوني أو برهان طبي يدلل على صحة ادعائها، ورغم مرور أكثر من عام على واقعة الخطأ التي نسبتها أرملة الفقيد لأحد الأطباء حسب ما ورد في تصريحها. أعلنت نقابة أطباء مصر أيضا، وطلبت نقابة أطباء مصر المستشار النائب العام التوجيه بالتحقيق في جميع ملابسات الواقعة، ومطالبة أرملة الإعلامي وائل الإبراشي بتقديم التقارير الطبية والمستندات الدالة على صحة ادعائها، وستقوم النقابة بدراسة اتخاذ الإجراءات القانونية حيال تلك الواقعة. وأكدت نقابة أطباء مصر دعمها الكامل للأطباء والفريق الطبي نحو أداء واجبهم المهني والوطني، والذي قدم في سبيل الأطباء 660 شهيدا حتى الآن واستشهدوا على إثر إصابتهم بذات الفيروس كورونا، الذين تفانوا في متابعة المرضى المصابين به من الشعب المصري. وطلبت نقابة أطباء مصر بوسائل الإعلام المصرية ألا تكون ساحات قضاء تستبيح إصدار أحكام في قضايا مهنية متخصصة مثل قضايا مهنة الطب، عن طريق نقل تصريحات تحمل اتهامات مرسلة بدون دليل. ونبهت نقابة أطباء مصر إلى أن التناول غير المهني للأحداث الطبية والهجوم المتكرر ضد الأطباء داخل مصر، وكذلك عدم وجود قانون خاص يناقش قضايا الضرر الطبي على أسس علمية ومهنية، كل ذلك سيؤدي للإساءة إلى سمعة واستمرار هجرة الأطباء المصريين إلى الخارج، والذين تجتذبهم جميع دول العالم لمهارتهم، ما يعود على المجتمع المصري ببالغ الضرر.